مرحبا يا حلوات، مساء الورد والجمال والعافية والسعادة على عيونكم الحلوة. مشتاقة لكم أني وقاطعة بيكم كأنه هالأيام مو ما ماكو كيمياء هواية، صح؟ تحس أني حاسة، بس تدرون شنو؟ الجو جديات، الجو أحسه بيتوتي، يعني الجو أحسه حيل مال بيت ومو مال طلعة ولا مال تكونون نشطين تسوون فعاليات وما أعرف إيش، خصوصا لما شوية تمطر أو يصير الجو بارد. المهم حبيت أمسي عليكم، حطيت ميك اب مو هواية يعني شوية، وحطيت هاي العدسة على الرغم من أنتوا تعرفون يعني مو من هواة العدسات كلش هواية، يعني ما أحب ألبسها هواية، أو يمكن إلا ما ندر، يعني اكو بنات ما يقدرون بدون العدسة. اي حبيباتي، اكو بنات ابد ما يقدرون بدون العدسة طبعا لانه متعودين عليها. اني لا، مو من هذا النوع، ومو اي عدسة تناسب عيني او توالم عيني، لانه اني عيوني تتحسس بصراحة. بس هاي العدسة طبية وكلش كلش خفيفة على العين، وتسمح بتدفق الاكسجين بانسيابية. هاي بصراحة الحلو بيها انه لما تلبسيها ما تحسين لابسة عدسة أبدا. طبعا اللي هي هاي أنا سبق وأن حكيت لكم عليها، ساي شوفوا. بالإضافة لهذا ألوانها كلش حلوة، بها 20 لون. العشرين لون تلقين من عندهم اللي يرهم على جمال عيونك، لأنه بالتالي إحنا مو كل لون يرهم على عيوننا بصراحة. أنا واحدة من الناس مو أي عدسة تطلع حلوة، يعني أكو عدسات تقول ذبيني إنه شهد نزعيني ما حلوة. وأكو عدسات لا حلوة، ألوانها جميلة جدا، يعني ماكو أي غواش بالموضوع، ولا أكو حساسية ولا إحمرار بعينك. وهي كورية المنشأ، وكوريا حقيقة أثبتوا جدارتهم بالماسكات، بالعدسات، يعني بكل المنتجات، بالسكين كير. فأني من الناس اللي حيل أحب المنتجات الكورية بصورة عامة، مو بس العدسات. فهاي العدسة إذا كنتي من محبي العدسات راح يرهم على جمال عيونك، لأنه بالتالي إحنا مو كل لون يرهم على عيوننا بصراحة. أنا واحدة من الناس مو أي عدسة تطلع حلوة، أكو عدسات تقول ذبيني إنه شهد نزعيني ما حلوة. وأكو عدسات لا حلوة، ألوانها جميلة جدا. اي بنات، فهالعدسة حاصلة على شهايد كلش هواية، وبنفس الوقت تنطيك رؤية كلش واضحة، تمام؟ يعني ماكو اي غواش بالموضوع، ولا اكو حساسية ولا احمرار بعينك. وهي كورية المنشأ، وكوريا حقيقة اثبتوا جدارتهم بالماسكات، بالعدسات، يعني بكل المنتجات، بالسكين كير. فأني من الناس اللي حيل أحب المنتجات الكورية بصورة عامة، مو بس العدسات. فهاي العدسة إذا كنتي من محبي العدسات راح تحبيها من أول استخدام، وراح تبقى عندك سنة كاملة. وإذا كنتي مو من محبي العدسات مثلي، كلش راح تحبيها وراح تغيرين وجهة نظرك على العدسة، خصوصا الناس اللي يعني يخافون على عيونهم من التحسس ومن الإحمرار. هذه كلش راح تحبيها. هذا الكتالوج مالتهم يا بنات، خلي اراويكم اياه قبل لا اطلع. الكتالوج بيه عدة الوان، راح ترموشها الحلوة. اوكي، عدة الوان بيه، راح تستمتعين بكل الالوان اللي موجودة. خلينا بلش منك احسن، اقرب شوية وراح ترموشها الحلوة. اي فشوفوا، هذه واحدة من الجميلات اللي عارضة العدسة، وهذه اكيد هيك ما راح يبين عندكم، راح اصور لكم اياها. خلينا اصور لكم اياها. تلبسوها واستمتعوا، انجوي بوقتكم يا حلوات. واني عندي طلعة اعتقد لازم اطلع ونتواصل بالسياره نحكي اكثر عن الموضوع. حبيباتي، اي لاف يو.